ويبالغ التطوريون في هذا الأمر إلى درجة أنهم يرسمون رسوما مختلفة تمام الاختلاف لنفس الجمجمة. فمن المعروف أنهم رسموا ثلاثة رسوم مختلفة عن بعضها البعض لمتحجرة زنجان تروبس، وهذا مثال يدل على مدى مهارة التطوريين في إنتاج الأقنعة الزائفة. لم يكتف التطوريون بحيل الرسوم فقط، بل تورطوا في عمليات تزييف معيبة. وأشهر عمليات التزييف هذه هي عملية التزييف التي حدثت في إنجلترا عام 1912 من قبل تشارلز داوسون، وهو عالم تطوري قام بتقديم متحجرة بيلت داون. وقد قدمت هذه المتحجرة كأهم مرحلة انتقالية بين القرد وبين الإنسان، وعرضت في المتاحف طوال 40 عاما. ولكن عندما قام المختصون بفحص المتحجرة مرة أخرى عام 1949، تبين أنها متحجرة مزيفة، وأنها صنعت بإضافة فك يعود لقرد أورانغوتان إلى جمجمة إنسان. قام التطوريون عام 1922 باختراع متحجرة أطلقوا عليها اسم إنسان نبراسكا، وذلك استنادا إلى سن واحدة عثروا عليها، حتى أنهم أطلقوا عليها اسما لاتينيا فخما ورنانا، وهو هيسبيروبيتاكوس هيرث كوكي. ولم ينسوا أن يرسموا حولها رسوما خيالية، ولكن تبين بعد مدة أن السن الوحيدة التي أدت إلى اختراع هذا الإنسان الخيالي لم يكن سوى سن خنزير بري. إذن فإنسان نبراسكا كان في الحقيقة خنزير نبراسكا. لقد تبين فيما بعد أن كثيرا من الجماجم التي قدمت كأقوى دليل على التطور لا تؤيد التطور بأي شكل من الأشكال. قدمت متحجرة إنسان نياندرتال عام 1856 كدليل، ثم سحبت من الوسط العلمي عام 1960. قدمت متحجرة إنسان بيلداون عام 1912 كدليل، ثم سحبت من الوسط العلمي عام 1953. قدمت متحجرة زنجان تروبس عام 1959 كدليل، ثم سحبت من الوسط العلمي عام 1960. قدمت متحجرة راما بيتاكوس عام 1964 كدليل، ثم سحبت من الوسط العلمي عام 1979. ولكن على الرغم من كل هذا، فلا تزال بلدان كثيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقدم هذه الجماجم في صحافتها وفي بعض كتبها العلمية كحقائق علمية، كمحاولة لفرض هذه النظرية على المجتمع. وهنالك قسم لا يستهان به في المجتمع يعتقد أن التطور حقيقة أثبتها العلم، كما أن كثيرا من الأدلة الزائفة التي تم تجاوزها وتركها علماء التطور لا تزال تدرس في المناهج الدراسية الرسمية للطلاب كحقيقة علمية، ومنها أن القرد هو سلف الإنسان وجده.